السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، مساءكم ومساءنا إن شاء الله الجميل، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج حياتنا. مساك بالخير علي، ومساكم بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حياتنا، نطلعكم من خلالها على تفاصيل موسم التخييم الشتوي وأهم الاشتراطات الجديدة خلاله، كما نرصد جهود شركة أريدو في خدمة المجتمع المحلي في قطر. أكيد التخييم اليوم كل الناس قاعدين ينتظرون متى يعني يبتدون في التسجيل ومتى يقدرون يخيمون. أمس قاعدين نتكلم في الأرصاد الجوية نايف، الناس كلهم مستعدين، لا قاموا يحركون الحين كباينهم وجهزوا أمورهم. الأمور طيبة إن شاء الله. طبعا بالتأكيد وفي حلقة الليلة بنستضيف أخوين حقق إنجازات في إحدى المجالات العلمية، حيث كان خير ممثلين لقطر في واحدة من أهم المنظمات تعنى بالأبحاث النووية. صراحة إنجاز، يعني أنا ودي من الحين استضيفهم وأنا أتكلم عنهم. أنا قعدت معهم قبل الحلقة، صراحة شيء يهول العقل، وأنا والله أني مفتخر فيهم وفي كل إنجازات شباب قطر. تأكيد راح نتكلم أكثر إن شاء الله عن هذا الموضوع، ولكن قبل أن نبدأ فقراتنا راح نروح في إطلالة سريعة لزملائنا المتواجدين في مواقعهم خليفة الرميحي وسعود المضاحكة.